سالو زال مرحبا بك الو غادي لكم تعمل في الكور توا كور ايروبيكس هكا ايرو دانس ايروبيك دونك الدانس معاها لي موفمون وتعطي بانش كبيره ما سي كوم سا اون موتيف لي جون سي كو الايروبيك عند نوسيون قديمه قبل دونك لا اون ايسي دونشيني لا دانس افيك الايروبيك كوم سا سا شانج ان بو لا كوري صافي هل معناها الاتجاه الجديد هذايا نتاع الايروبيك فيه شتيح واحد الكل يخليه برشا توانسه يمشيوا لسال دو سبور ويمارسوا الرياضه هي. اي برشا برشا نشوفوا توا ولات الاكثريه برشا في تونس ولا كانت في تونس ولات توا في ان بو بارتو صفاقس كابس قفصه معناها سي اون تران دو بروغريسي بيك دي معناها لا موتيفاسيون هذايا بالدونس اللي واحد يجي مش ديما يعاود فرد حكايه كل مره البروف يجيب له دي نوفوتي كوم سا اون ترانسبير اون ساموز اي يا نوفوتي في الكوري دونك سا شونج Donc on joint l'utile à l'agréable. C'est exactement ça. Y a-t-il que ça? Merci, Aïchika. À tout à l'heure. Aïchika, à tout à l'heure. سلامة تعمل في الايروبيك في الكونفونسيون هذايا وي قداش عندك تعمل في الايروبيك؟ يعني نترنى عندي توا 5 سنين لي كونفونسيون كي هكا بوندون دو جور تعملوا اول كونفونسيون انا نجيرا اول مرة جي اول مرة كونفونسيون كيفاش ريتها في النهار الاولاني؟ هاي تحفونا تقابلوا برشا دي زونترونور من برشا بقايا برشا بقايا اهلا وسهلا اهلا الوغ انت في الكونفونسيون تاع الايروبيك وي اول مره تعمل كونفونسيون لا جيت دي لا ثروزيام فوا ثروزيام فوا بي لي كونفونسيون يصيروا مره في الشهر مره في الشهرين مره في 3 شهور سا ديبون سا فاري سولون نعرف شنو بي انت فين تعمل الايروبيك باندا كلوب لا فاي في تونس وي وجيت سوس الكونفونسيون اي بيان سور باسكو سا معناتها سا ميريت كي تلقى ديكور ايروبيك ستيب ومره يعملوا سلسا زومبا جو كبير هكا ولا وي بيان سور اون بليس عندنا دي زونترونور يعني هما اللي خلونا نجموا معناتها نتبعوا ونكونوا معناتها نقربوا لهم هما النيفو نتاعهم بون نو سوم دي ديبيتونت نحن ماهناش دي بروفيسيونيل مي كامام اون ايسي Je le confirme puisque انا ديجا جيت شنو سنه ما وزر هبطت معاه وزرك العرق معناها شدوني بس هي باش نعمل ايروبيك لالا شنو اسمك؟ انصاف مرحبا قداش مره تعمل الكونفونسيون؟ بروميير فوا اي كومون تو لا تروف؟ بون من الاول سيتي ان بو ديفيسيل بور موا خاطر اول مره وابارامون لي جروب مخلطين معناها اي سون بلوز افونسي كو نو اما من بعد سافا جو تروفي الكور نتاعي معناها نجمت نلقى روحي
شيخه بالكونفنسيون اي تو جوسكا بريزون الحمد لله سافا برشا تونس يقولوا لا يروبيك للبنات اسكو سي فري سا نو عمره ما كان لا يروبيك للبنات لا يروبيك للعباد الكل الناس كلنا نشتغل كبار صغار بون حاجه حلوه بون حاجه جديده دخلت لتونس صحيح مي حاجه حلوه برشا نجم العباد الكل تنجم تخدمها طيار ياسر يزمو سبري حلوه برشا باش تنجم تخدم لا يروبيك ني بلوس ني موان سلامة. سلامة. ألوغ الديكيزمون هذايا كنت تحكي لنا عليه. والله دارك أنجل. أوه. وعلاش هكا ملايكة ودارك كيفاش تدير؟ تفهمش توا ما عادش ما بين الملايكة والشواط هذاك عليك. ما بين تلبينين. مرة هكا ومرة هكا. إي سي سا. لي سواري ديكيزمون فيهم جو كبير. بيان سور. فوالا هذاك علاش ديكيزمون وزومبا. صحة صحة. اي يعطيك الصحة بس برافو بونسوار ميرسي ابو دمام حطوا قناع قال لك يستحوا الات انه الناس كل ما تعرفش بعضها انت اللي تعجبك المهم تعجبني الوغ دونك نشوفك عامله جو مع الزوم هكا ولا وي اوكي نخليوك تكمل تسعى The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. اهلا وسهلا في الموفنبيك لوتيل موفنبيك سوسا لهنا فما سنتر سبا مارينا سبا نتاعهم عندهم بوكو دو فاريتي في السيرفيس الناس كل يحكيوا عليهم معناها بحاجه حلوه برشا قال لك دي بيسين ما بحر وبيسين ما حلو انواع المساجات الكل موجوده لي سوا الكل موجودين نمشيو نعملوا لهم طلعه تفضلوا اهلا وسهلا عسلامة مرحبا انتوما في المارينا سبا موفنبيك هكا ولا لا؟ وي اكزاكتومون مارينا سبا لوتيل موفنبيك سوسا كان تحكي لي على الخدمه هذه على خاطر توا الوقت مخر ومازلتوا تخدموا كيفاش هذايا كيفاش؟ اكزاكتومون احنا الاوقات نتاعنا نبداو نخدموا من الصباح من 10 نتاع الصباح حتى 10 نتاع الليل مي ما يكونش نفس الجروب هو اللي يخدم نهار كامل معناها احنا نخدموا دي شيفت فما جروب باغ اكزومبل يجي في الصباح من 9 ونص ل 6 فما جروب اخر من 11 باغ اكزومبل ل 7 وجروب يخدم من ما دي ساعه ونص حتى 10 نتاع الليل
الجروب هذا نتاع من الساعه حتى العشره نتاع الليل نورمالمون هو اتعب واحد على خاطر يخدم في الليل. لا بالعكس كلهم كيف كيف خاطر معناها كيما اللي يخدم بالصباح كيما اللي يخدم بالليل نفس لي تريتمون معناها ما تزيدش حاجه اخرى عليه. بيان سور هو اللي يخدم بالليل ديجا عنده هو بوز باش عنده وقت باش يرتاح فيه وقت العشاء والبوز باش يرتاح وبعد اللي يعاود يرجع مره اخرى للخدمه. صحه لله اهلا اقرب لنا شويه اقرب لنا. الحمد لله عايشك. انت شنو تعمل لهنا في الريسبسيون بالضبط؟ انا شوي ريسبسيونيست نستقبل الكليونات ناخذ لي ريزيرفاسيون ننسق ما بين معناتها لي كليون لي تريتمون تاعهم لي ثيرابيست بلوتو دونك هذه التاش نتاعي. لو فرضنا معناها انا تو كليون جيت لهنا في الريسبسيون لهنا اول حاجه شنو تقول لي؟ نقول لك مرحبا بيك تفضل مسيو شنو تحب تعمل معناتها اون اكزاكت قول لي كليون ديريكتومون نحب نشوف شنو عندكم كوم تريتمون ولا حاجه نعطي دي بليون تاعنا كيف هكا ياخذ دي بيون تاعنا نفصل شنو هو توسكي تريتمون اي تو و معناتها اللي يختاروها هو انا نعملو ريزيرفاسيون نشوف الوقت اللي حب عليه اسكو يحب يعمل معناتها تريتمون مع طفله مع طفل كيف بالضبط دونك ناخذ دي كوردوني نتاعو نعمل ريزيرفاسيون سي تو. الحقيقه نتاع ربي جوست تقرب لي شويه السؤال هذا الكليونات اللي يجوك لهنا في المارينا سبا اول حاجه يشوفوها اسكو لي سوا ولا يشوفوا بقداش؟ اول حاجه يهبطوا من لاسانسور ضايعين ساعه اول حاجه يقعدوا يغزروا دونك كما عرفت احنا ناثروهم عرفت مرحبا بيك مسيو مرحبا بيك مدام هو من الضحكه من كل شيء يعرفوا لي فما هكا استقبال هكا وكل يتشجعوا دونك يوليو يسالوا على لي تريتمون على الاسوام. الحقيقه الكليونات اللي يجيو لهنا عندهم مشكله مع الاسوام ولا لا؟ اول حاجه يسالوها فما غوميز ولا لا؟ ديما يفركسوا على الرميز. فما غوميز قداش باش يعرفوا شنو يختار؟ خاطر بون هما لا ليست دي سوا نتاعنا لي بخي بالحق شويه ان بو شير، اما علاش خاطر لا كاليتي دو سيرفيس؟ ويحكيو عندكم كاليتي اكستراوردينير. فوالا، نجمكم جيتو اليوم فيزيتور تنجمو ترجعوكم دي كليون تشوفوا. فوالا، اما ديما يسالوا كان فما غوميز دونك شوف شنو السوا بيان سور احنا عندنا لاكسي للبيسين واكسي سونا واكسي حمام مع السوا اللي باش ياخذوا بيان سور ومعها الغوميز وكل قدير قدر كما يقولوا. معناها نحن توا لهنا تونسنا تي في موجودين لهنا فما رميز اليوم ولا؟ باهي فما توجك تعملوا لنا رميز؟ نعمل لكم رميز. باهي الوغ عطينا حمام وبيسين جاكوزي و 52 سوا اخر. نجمو ما فما حتى مشكل اما كيما قلت انت حمام باغ اكزومبل احنا الحمام تاعنا البري نتاعو شويه ما مش غالي برشا ما سافا اما معاه البيسين غراتويت ومعاه السونا غراتويت يعني سيكو انت تنجم تي تعمل حمام تعدي توت لا جورني في سبا وكل 45 دينار حتشي. الحمد لله يا ربي جاب ربي عندي 10000 في جيبي سي بيان دونك الباقي كل رميز ميرسي بوكو. مرحبا يعيشكم. السلامة مدام وفاء اهلا وسهلا. انت الريسبونسابل على سنتر مارينا سبا نتاع الموفنبيك. اي اني الوغ جو سوي مني طبيبة ومني الريسبونسابل دو سنتر دونك مني طبيبة ومني المديرة نتاع السنتر. لو فات داتر ميدسان في وسط سنتر نتاع سبا اسكو شنو الفالور اجوتي شنو الحاجة سبيسيال اللي ما لقاوهاش في لي زوتر سنتر؟ Alors, on a déjà le centre interne, ce qu'il faut savoir, c'est un centre de thalassothérapie et spa. Déjà, le fait que la thalassothérapie, l'office du thermalisme oblige à avoir un médecin sur place. Pas forcément Rahouyib Dalo responsable. Bon, c'est vrai que le fait l'idée d'un médecin, je te dis, très porté à la sécurité. على الصحة متاع لي كليون اللي موجودين لهنا دونك سكي مثلا موجود عندنا احنا وما تلقاش في دوتر سنتر دو تلاسو لي باغ اكزومبل كيل كو سوا لو سوا عندنا اون فيش ميديكال ا رامبليغ كامل كان فما اي كونساي كيف كيف موا جو سوي ايغالمون سور بلاس جو دون لي كونساي اي معناها اي اون فونكسيون دو سا نعاون باش يختار لو سوان كي لو بلوز ادابتي للعبد هذاك. لو فرضنا انا كليون نحب نعمل حمام وسونا انت قبل ما تقبلني باش تسالني على صحتي هكا ولا؟
كي تبدا سامبلومون هكا ما نشوفكش ديريكتومون مي بار كونتر نعطيوك فيشه تعملها كاين فما نلقى فيها اي معناها اي مرض ولا اي حاجه فيها ريسك تولي وقتها تشوف الطبيب ونفسرلك باغ اكزومبل اللي عنده غلظ الدم يفو ميو وقتها نولي نشوفه نشوف اسكو إلي سويفي ياخو في دواء نولي ناخذ وقت التونسيون قبل ما يمشي للحمام ولا قبل ما يعمل سونا ولا حتى ساعات البيسين باسكو إلي شوفي وفيها دي جي وكل شيء لكلكان اللي عنده غلظ الدم اي سي تري فريكون نولي نشوفه قبل يولي بلوس كونترولي من جماعتك كو لي زوتر اكزاكتومون يولي وقتها ما يقعدش برشا في الحمام ولا حتى اللي باش تعمل اكزاكتومون ما تخليش وتقعد هي تتبع فيه وكلهم ils sont formés en plus في كل ما هو انديكاسيون و كونتر انديكاسيون معناها مو ميم نعمل لهم une formation كي يبداو في الريكروتمون تاعهم. I'm glad you came. الثيرابي هي راهو كل ما هو علاج مي بحال معناها سكي لو ديفيرونسي ما بين اي سبا هو ما البحر دونك لهنا عندنا الدوشاجي سكي بيان احنا في ليكيبمون تاعنا سي كو نجمو نبدلو من ما البحر والماء دو ولو دوس معناها سو كي ني با لو كا في تو لي سنتر الاخرين Ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas du tout de soins groupés. La cabine elle va être pour une seule personne. Tous nos soins vont être individuels. Est-ce que nous avons quelques informations techniques, la pression aux alentours? Alors, dis-moi, la pression va être selon la consultation médicale. Ça l'a dit, je crois que la thalassothérapie, les hommes ont dit un médecin ou raha. Alors, je vais faire des contre-indications. Qui m'a dit, tu as une petite pression, femme a des gens qui ont des varices et des problèmes circulatoires. Moi, je vais faire en sorte, elle fait la prescription, je vais diminuer au maximum les pressions. Elle peut pas, elle va pas être dangereuse pour la cadre des varices ou voilà une autre contre-indication. Et bien, c'est la douche à infusion. La fusion, en fait, c'est mes palmes, il y a des tiètes pendant 10 minutes, l'abd, metteki, ou un doux mes palmes, habd à la badno. Mais en même temps, il est chauffé. Donc, je vais faire que le mets est chaud. Je vais faire les pores de la peau. On va le thérapeute, il va faire un massage. Donc, le massage est avec la dilatation des pores. Il va y avoir une pénétration des sels minéraux à travers les pores de la peau. Voilà. Ça c'est super. Voilà. Et donc, les bénéfices de la thalassothérapie. Le bain hydro, c'est un bain kiff-kiff. C'est de l'eau de mer, d'accord. Donc, soit que ce soit un bain simple, il y a simplement relaxant, ou là il va y avoir un massage, ou il y a un thérapeute, ou femme un des chenouaricom. Donc en fait, les tuyaux que vous voyez là, le thérapeute ou le client, il y a un fius tel banou, ou il y a un massage sous-marin. Voilà, exactement. Voilà. Et ça fait beaucoup de bien. Ah oui, la thalassothérapie, elle a 40 ans d'existence, la thalasso. Elle m'a dit en France, mais Tunis a très très vite suivi. Nous sommes quand même la deuxième destination mondiale en thalassothérapie, Tunis. Et thalassothérapie, les médecins ont commencé à s'intéresser aux vertus réelles. Il y a eu des études, enfin deux études françaises, la plus récente en 2002, où elle a montré, donc une étude scientifique qui a montré fait le préventif ou fait le curatif les effets de la thalassothérapie. Madame, fini hayet la visite nta nqoul lek merci à l'accueil qui était très chaleureux et surtout bnatek wnti zada ya aishak merci marhaba bikoum a tout moment marhaba b tounesna tv
نقولوا المشاهدين نتاعنا الكل اللي انا شخصيا معناها جو لي كونساي باش يجيو الموفامبيك سوسا يهبطوا لهنا المارينا سبا باسكو نظافه اكوي اي سورتو سيرفيس اكستراوردينير. تونسنا تي في وموفامبي. اهلا وسهلا اخويا، اهلا بتونس ديما وصوفيا بيجي بار تونس حتى بالليل. وي ايه موفامبيك الجو اللي حكينا عليه قبيله انكور سهريه توا معناها مساعه ونص والسهريه اللي الجماعه عاملين جو كبير. اخويا انتم حفلتوه راهو قبل كل شيء بحذانا وحدك ذاك شنو لوجو احنا لوجو لو كونفور دي جون والناس الناس تبدا فرحانه وكاو ماك تعرف هذا هو الاوبجيكتيف نتاعنا على فا وكل شيء. مرحبا بكم انتم بحذانا وبارك الله فيكم اللي صورتوا بحذانا وكل شيء. الحميد رينك تتفاعل برشا مع النمط الموسيقي هذا. اخويا الموسيقى تو جو نتاع جاز وروك والشيء اللي اول شيء نشوفوا اللي الابتسامه ما تفرقش وجه التونسي وهذا الواقع نتاع تونس والتفاؤل والابتسامه والجو اللي رغم الصعوبات اللي ربما نعيشوها وان شاء الله تكون صعوبات هي مؤقته فهمك ولا وقتيه ونشوفوا اللي التونسي قاعد يعيش على نفس النمط اللي هو ديما متعود يعيش عليه والموفامبيك هو نموذج من يعطي من معناها المحيط نتاعو والظروف تهيئ التونسي باش يكون مرتاح وفي كونفور كبير والسهرة هذه حلوة برشا ونشكر أنا الإدارة نتاع موفامبيك اللي هما ساهرين ديما على راحة الزوار نتاعهم والضيوف نتاعهم نشكرهم برشا ونشكرك أنت على وجودك هوني في الموفامبيك وإن شاء الله تكون ديما معناها دائما في خدمتهم فميكا خدمة ديما التونسي اللي يحب يسهر واللي يحب يضحك. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك سعد. عايش. نقول لكم سهرية طيبة للجميع وربي يوفقكم. يعيشك. ميرسي أنيس عايشك بارك الله فيك. اللي تخدموا في موفامبيك هكا ولا في لافيلا؟ اي نحن السؤال الاولاني يا اخي يختاروكم مزيانين على خاطر نشوف اللي يخدموا لهنا الكل مصلي على النبي عليكم مزيانين. والله سامحني باش نقول لك احنا اللي يخدموا في الموفامبيك كلهم مزيانين وكلهم عندهم قدرات باهيه اما معناتها مقسمين ديزيكيب وكل حد يخدموا كي تبدا عندنا سواغي نستمعوا الكل مع بعضنا ونعاونوا بعضنا اسره واحده. قل لي لافيلا لهنا في السهريه نشوفوا ان سيليكسيون حلوه برشا نتاع الناس كومون سا سفي؟ بيان سور احنا اللي كليون نتاعنا جينيرالمون سون تري بيان سيليكسيوني معناها يجيونا كالعباد الباهين كالعباد المزيانين كالعباد اللي عندهم جو باهي وجينيرالمون ديما لومبيونس في الفيلا سي توجور كوم سا. فوزيت لو ريسبونسابل نتاع الفيلا ساب دو لا فيلا تو افي. نفس السؤال اللي سالته على الناس اللي يخدموا لهنا يا اون سيليكسيون نتاع توانسه اللي يجيو لهنا اون تري بون سيليكسيون كومون سا كيفاش عملتوها؟ نحن اون فيت دو بار لوندرويت لوتيل موفامبيك سوسا لا فيلا اون سيليكسيون نوتر كليونتيل مش العباد الكل تنجم تجي تسهر بحذانا دونك فوالا معناتها عندنا برشا عباد باهيين سو سون دي كليون ريفونون دي كليون فيدل
هذوكم هما اللي ديما يجيو ديما يرجعوا لنا اي بي طول طول طون معناتها سي اون كليونتيل سيليكسيوني. في السهريه نتاع الفيلا رينا اون كليونتيل فريمون معناها سيليكسيوني بفاسون كبيره برشا. سي ليماج دو لوتيل اون فيت هذاك هو لوتيل احنا سكون ايسيي دو فير بوندون معناتها ديبي لوفيرتور دو لوتيل سي دافوار سيت كليونتيل دو سيليكسيوني سيت اوتيل سا نو هذوما عامين ولا ثلاث سنين خدمه بور افوار سيت كليونتيل بعدنا كو سوسوا دون لا بارتي ريستورون ولا لا بارتي سواري معناتها لي سواري واحد وكل. ما قاعدين نشوفوا في لي سواري نتاعكم فيهم ريشيرش كبيره برشا. صحيح معناتها احنا كي نحبوا نعملوا حاجه نحبوا ننجحوا فيها قبل كل شيء. قبل ما نعملوا اي حاجه خموا فيها مليح. مانيش وحدي معايا اون جراند ايكيب تخدم معايا برك الله عليهم الاولاد الكل كل واحد ناخذ راي تاع الناس الكل ومن بعد نقروا حدنا وناخذوا راي سورتو لا كليونتيل نتاعنا اللي هما يعرفوا شنو يحبوا واحد نسمعهم وربي يوفقنا كيما ربي يوفقكم ونتمنى لكم التوفيق بارك الله فيك عاش خويا اهلا وسهلا مره اخرى الوغ مدامنا في سوسه برمي لي جون اللي يسهروا في الليل فما ناس كما قلت لكم يعملوا في سبور ويعملوا في الفوت ديجا ريناهم توا في لهنا في سوسه فما ناس سهرياتهم لي موتار سبور ميكانيك كي باش نجيو ونشوفوا سبور ميكانيك بالطبيعه باش نمشيو للكلوب نتاع الدرجات الناريه بسوسه هذا الكلوب عريق جدا ونسمع عليه في كلام حلو برشا ديجا حاجه من الحاجات فرحوا بيا بدلوا لي الموتور وعطوني فزاغ هاو ديجا اللي باش نسوقها هنا توا وذوما هما اصدقائي من الكلوب اللي باش نعملوا دوره ونمشيو للدار الجمعيه نتاعهم تفضلوا معنا سهلا سي فؤاد هذا المقر نتاعكم المقر نتاع النادي درجات الناريه بسوسه كلا نعم هذا جمعيه درجات الناريه بسوسه في تروكاديرو وهذوما بعض اولاد الجمعيه هكريت سوسه ما شاء الله راكحه جوها طيب والاولاد يظل انت حضرت عليهم تو في سياقتهم وطريقتهم في السياقه معناتها بالضبط هذا هو باش نبداو بالسؤال الاول يقولوا لي الجمعيه نتاعكم عندها قوانين صارمه قوانين كبيره برشا في اوراق الموتور وفي اللبسه وفي كل شيء كنت تحكينا عليهم بالطبيعه توا باش تدخل الجمعيه يعني يكون عندك رخصه سياقه والدراجه لازم تكون فيها بطاقه رماديه كارت غريس ولاسيرونس سي اوتوماتيك بون الفينيات هي غاليه 585 معناتها هذا اللي طلع بالقانون ضرنا الكل ان شاء الله يتصلح كل حال اش معنى يتصلح شنو تحب تقول له اللي طلع بالقانون القانون هو معناتها من وقت بورقيبه كانت 450 دينار ومن بعد زادت 30% ولات 585 توا فيما يخص الجامعه التونسيه لدرجه الناريه والانشطه بعثت معناتها لوزاره الشباب وزاره الماليه معناتها بعثت لهم مكتوب وفيه معناتها ديتاي معناتها قداش عندنا من دراجه دراسه كامله قداش من دراجه اللي هي فوق
125 سنتيمتر كوب وقداش قاعدين يدفعوا. وعملنا لهم الحوصلة كون اللي قاعدين يخلصوا ما يجيوش حتى 5%. معناتها الدولة حاليا عندها خسارة. وكيف تنقصنا من المعلوم تصور الناس كل تولي تدفع بطيب خاطر بطبيعة وناس كل يلقى حظوظهم. سي جو فورمول اذا كان اللي يخليه السوم نتاع الفينيات اللي هو سوم غالي وغالي برشا على الموتورات 585 دينار الفينيات معناها معلومه جوالنا نتاع عام كامل. اذا كان يخليه في السوم هذايا راهو حبينا ولا كرهنا راهو 5% من اللي موتار باش يخلصوا، لكن البقيه الكل ما ينجموش يخلصوا على خاطر غاليه. لكن اذا كان يهبطوا في السوم معناها السوم معقول. نأكدوا لكم أنه الموتورات الكل في تونس بحول الله الكلهم تبدأوا عندهم الفينيات هكا ولا وتولي الموتو وقف كي الموبيلات. علاش توا الموتو ما توقفش؟ خاص سيرمون نقص فينيات. حتى كان عنده البرمي والاسيرونس والكارت غريز ما ينجمش يوقفها بارتو. يقول لك يجيني عاون يقول لي على الفينيات لو حالي. فهمت كيفاش؟ وقله اللي يوقف الكياس بخلاف عاد اللي ما عندوش وراق لا نو بارل بلو. معناتها هذوكم معناتها الناس متهورة ودي جون ورا. لكن إذا كان واحد عنده موتور من غير وراق تقبلوه في الجمعية ولا؟ لا مستحيل. هذه جمعية معناتها قانونية ونقبل كان الدراجات القانونيين واللي يكون بيلوت متاعها عنده رخصة زادة. من غير رخصة سياقة ما نقبلوش زايد. يجي من غير رخصة لكن احنا وقت اللي يجي من غير رخصة نشجعوه باش يمشي يعمل رخصة. يمشي يصب الكود متاعه ويتحصل إن شاء الله على الرخصة. بيه كان تقول لنا الأعضاء اللي موجودة في الجمعية العدد متاعهم؟ البيلوت والإدارة. الإدارة عطيني الإدارة. الإدارة فيها 11. البيلوت عنا يون سيكونتين. سيكونتين بطبيعة ما يكونوش حاضرين ديما الكل. خاطر فما ناس يخدموا، فما ناس في فرنسا، في إيطاليا، هذوكم يجيو بالمناسبات. شنو الغرام هذي بالموتورات؟ فسرنا شنو الشيخة فيها؟ علاش ناس في قاعدين في القهاوي وانتم مع الموتورات تعملوا في دورة أصحاب نشوفكم فوزت إيبانوي؟ فسر هذي ذي أصدر كل واحد وغربته كيف جات. فما اللي يحب الخيل، فما اللي يحب يسوق الكهرباء زاد بلانتون، وفما اللي يحب يمشي يجري على ساقيه. إيبانو سي لا موتو أون لام تجي كيك بطبيعتها. معناتها ستيل ماجي دو لا موتو. ويل سوفي انت حبيت هذا الموتو ما عادش نجم تبعد عليها. شنو الموتور اللي عندك؟ سنسيبي هيرميل ريبسول. واو تجري برشا. كلهم يجريوا مي المانيت في يدك. انت في الجمعيه من درجه ناريه بسوسه، اذا كان جاء معاكم بيلوت حاب يدخل للجمعيه وراقه مريقله، لكن من اللي خرج معاكم من الضربه الاولى وهو على عجله واحده هاو طلع فوق ماده هاو عمل حاجه، اسكو تخليه معاكم ولا ما تخليهوش؟ هذا قلقنا ديجا في الطريق وينجم يكون ريسك على بدل الكل. معناتها ما يقعدش معنا ولا يريد ولا يسوق كما سيقتنا احنا. تكون رايدة كالمة متاع ناس دي ريسبونسابل. انتم قاعدين فو فيكولي دي فالور قوين برشا لهنا بور لي موتار ان جينيرال. احنا قاعدين نعملوا في موديل ونوري في موديل للي جماعة اللي يبداو متهورين يسوقوا من غير كاسكا وتقام يجريوا ويكبريوا في وسط الكياس اللي هما يمثلوا خطر للناس الكل اللي لهم هما وللعباد. نعملوا الماكسيموم نبداو لابسين لي كاسك نتاعنا لي كومبينيزون دو بروتيكسيون. سياقتنا تكون قانونيه نحترموا قانون الطرقات وان شاء الله نكونوا اعز موديل لهم هما. قبل ما نجيكم لهنا سألت بعض الأعوان الأمن لقيت يكونوا لكم احترام خاص. احترام خاص ذي كل على أول حاجة احترامكم القوانين وموتوراتكم فيها كلها بالوراق. يقولوا لي اللي تبعين الجمعية متاع درجة نارية بسوسة هذوكم نحكيوش عليهم هكا ولا؟ صحيح. احنا لازمنا كيما هما يقدرونا احنا لازمنا نقدروهم، لازمنا نطبقوا القانون باش نكونوا مثال من برشا ناس اخرين.
كانت كي نعطيو المثال بلي الناس تبعنا في حاجه باهيه ما تبعناش في حاجه غلطه. احنا نحاولوا ديما باش نحسنوا ديما باش نقدموا لقدام ونحاولوا نقلدوا جماعه معناتها الاوروبيين خاطر ما نجموش نخلطوا لهم هما نعملوا مجهوداتنا. ما نجموش نخلطوا لهم فاش؟ خاطر هما خدمتهم الموتو، فما ناس خدمتها الموتو، احنا ست مواد للوزير احنا نتفرجوا بها الموتو. ماهيش خدمه قاره. توتي في ويكاند باش نخرج ولا مش كل يعني مش كل نهار عندنا في الويكاند ديما كان يخرج. اما فما ناس البرا كي خدمتهم موتو يترانا ويلعب وعنده سبونسور ونهار كامل كي الكره. احنا اماتير ان شاء الله نخلطوا بروفيسيونيل ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي الشركات اللي يسمعوا فينا يحاولوا باش يعاونوكم انتوما على خاطر فريمون معناها قاعدين توصلوا في قيم الصغيرات نتاعنا اللي نشوفوا فيهم بالموتورات شنو قاعدين يعملوا. ان شاء الله ربي يهداهم. كانت تعطينا أطول خرجة خرجوها لهنا الجمعية متاعكم، كسوة أنت فيها ولا مش فيها؟ وين مشاو؟ والله مشاو للسعودية، مشاو لليبيا، مشاو لمصر، عملوا حاجة في السعودية، فهمت؟ داروا كامل جمهورية تجبت. سنة شمعنى السعودية معناها من تونس؟ للسعودية على الموتورات؟ مشاو تونس، سوسة، مشاو ليبيا، مصر السعودية على الموتورات؟ مشاو عملوا حاجة وجاو؟ حاجة وجاو، فهمت؟ مشاو عملوا حاجة وجاو، فهمت؟ تبارك الله، صلي على النبي عليهم. وزاد عندهم فما مشيت مشاو للأوروب هكا ولا؟ فما مشيت مشاو لفرنسا ولإسبانيا وألمانيا، إيطاليا، ولا ياسر بلايص مشاو لهم. يمشيو في البطو يهبطوا من مارساي ويدوروا فرنسا كل. كل كامل الجمهورية دورها كامل مشاو تبارك الله وصلى على النبي داروا العالم تجمع تخوت. هما بيدهم في تو البريود هذيا مشي يعملوا خرجة زاد لأوروبا. قالوا لي المره الجايه كي باش نجي لسوسة باش ناخذ اقدم موبيلات موجوده لهنا، هذه بالستينات والسبعينات الموديل هذايا. المره الجايه بحول الله تونسنا بينات طن نسوق الموتور هذايا ونشوفها معناها اسكو لي روبوست كما يحكيوا لي عليها والا لا. نقول لكم كان تصبح على خير، يعطيكم الف صحه، الى اللقاء.